السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارف شركة توتال رايحة بينا فين. الشركة دي One Stop Tools Station. النهاردة احنا هنعمل مراجعة لمنشار طاولة زي منشار الطاولة البوش، نسخة منه البوش GTS 10XE اللي انتوا هتشوفوا صورته على يمين الشاشة، وبرضه نسخة طبق الأصل من منشار الطاولة ماكيتا. أنا معرفش الموديل بتاعه إيه، لكن هحاول أكتبه لكم الصورة برضه اللي على يمين الشاشة. أولاً دي أول مراجعة في العالم كله لهذا المنشار. المنشار ده تحديداً الموديل ده. الصينيين عادةً شركة توتال لما بينزلوا منتج جديد كانوا بيعملوا له مراجعة، لكن المنشار ده ما تعملوش، وإن شاء الله هنعمله مع بعض. هنفك الكرتونة وهنركب المنشار مع بعض وهنشوف مواصفاته، مزاياه وعيوبه وما له وما عليه، وهنجربه مع بعض ونشوف إمكانياته. الفيديو اللي جاي هيكون مقارنة عميقة وصعبة جدا ما بينه وما بين منشار الطاولة البوش GTS 10XE لأنه موجود عندي أوريدي. بنتهز الفرصة دي إن أنا بشكر شركة الدراهلي إن هم دايما بيجيبوا حاجات أول ناس بيجيبوها في مصر، وبشكره إن هم ادوني المنشار ده علشان أعمل له مراجعة. ده مش إعلان للدراهلي ولا إعلان لتوتال، ده محبة للمشاركين والمتابعين، بديهم فكرة إيه اللي موجود في السوق علشان اللي عايز يشتري يقدر يقرر بناء على المراجعات الأولية دي. المراجعات الحقيقية دائما أنا بؤمن إنها بعد الاستخدام بست شهور أو سنة، لكن لا مانع إن احنا ناخد فكرة عن الجديد في السوق. يلا بينا نفتح الكرتونة ونركب المنشار ونشوف أخباره إيه. يلا بينا. ابتدينا نفتح الكرتونة باستخدام الكتر اللي أنا ما بحبوش، وطلعنا المنشار وابتدينا نفك التغليف بتاعه. كل حاجة جوه التغليف كانت مربوطة بحزمة أسلاك زيادة في عدم تحرك الحاجة من مكانها. هنطلع كل المكونات بتاعت المنشار وكل الأجزاء بتاعته وهنحطها على البنك استعدادا لتركيبها، وهنشرحها بالتفصيل اثناء مراجعه الفيديو، سواء الاجزاء اللي جايه في الفوم او في الكرتونه دي. دلوقتي هنبتدي نركب القاعده بتاعه المنشار. القاعده مش مربعه يا جماعه، القاعده هتبقى مستطيله، يعني في ضلعين كل ضلعين قصاد بعض متساويين. في جنب هيبقى العوارض بتاعته قصيره زي دي، وفي جنب التاني هيبقى العوارض بتاعته كبيره زي دي، وفي اتجاه للتركيب. يعني مثلا هنا دي اب بي، دي هتركب مع اف اي بالمنظر ده، هتلاقوا المشقبيات راكبه على بعضها. وفي الجزء التاني ده هنا هيركب الجزء ده بالمنظر ده كده اهو. تمام، هنبتدي نركب وهنسرع الفيديو شوية. التركيب هيبقى بمسمار، مسمار زي ده، طبعا هو مخ طاسة ومربع من تحت، وصامولة بوردة، هي منها فيها صامولة بوردة. يلا بينا نبتدي. القاعدة بتاعت المنشار مكونة من 4 رجلين و8 عوارض. في 2 عوارض قصيرين و2 اطول منهم سنة، وفي 2 عوارض طوال و2 اطول منهم سنة. العوارض اللي هي الطويلة المقاس الأصغر بتركب بالعرض فوق في القاعدة اللي هو في التوب، والصغيرة اللي هي المقاس القصير بتركب برضو فوق. المقاسات الأطول بتركب تحت لأن الرجلين بتبقى على شكل شبه منحرف. في سنتين بيركبوا في القاعدة بتاعت المنشار من ورا في الرجلين الخلفية، بنركبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. تركيب القاعدة أخذ تقريبا نص ساعة. الرجلين فيها كاوتش من تحت عشان يثبت في الأرض، وحطينا المنشار على القاعدة وهتشوفوا المنظر إنها مستطيلة. طبعا هنركب مسامير تثبيت المنشار في القاعدة، هوريها لكم دلوقتي. هو ده المسمار، هو مخ ألانكي، وصامولة اللي هي بوردة منها فيها، ووردة كمان بنركبها من تحت وبنقرط عليها. اضطريت اقعد على الارض علشان اركب الاربع مسامير بتوع التثبيت. ركبت القدام اول وبعد كده ركبت اللي ورا، وهنبتدي نركب الرايفنج نايف.
بنشيل الغطا بتاع السلاح، بنحرك القفل بتاعه كده بمفك ربع داير، وبنرفع السلاح وبنفك صامولة جوه، ونحط الرايفنج نايف ونربط عليها ونأكد انها مظبوطة 100%. بعد كده ابتدينا نركب الحماية العلوية، بنحط البنز في مكانه ونربط بالمسمار بصامولة مكنطرة، وحطينا الفنس وحطينا الميتر جيج، ودي القطعة اللي هي بتاعت قطع السدايب علشان الحماية، بتركب بثلاث مسامير وتسحبها عليهم، وليها اتجاهين، اما الاتجاه ده واما الاتجاه ده. هنوريكم بالتفصيل في الفيديو وضع كل شيء في مكانه ان شاء الله من خلال استعراض ومراجعته. وده مكان تخزين الميتر جيج في حالة عدم استخدامه. وكالعادة هنستعرض المواصفات بتاعت الجهاز من الاستيكر اللي موجود على المنشار ذات نفسه. الموديل بتاعه TS-5260-43. المنشار ده مصدر التغذية بتاعته 220-240 فولت، والتردد 50-60 هرتز. الموتور قوته 2600 وات. أقصى عدد لفات في الدقيقة الواحدة للسلاح 4800 لفة. القطر الخارجي 25.4 سم، يعني 10 بوصة. القطر الداخلي 2.54 سم من السنتي. أقصى ارتفاع قطع لو في حالة 90 درجة 86 ملي، يعني 8.6 سم، وفي حالة زاوية 45 درجة 6 سم. السلاح بيتحرك من 0 أو من 90 ل 45. مقاسات الطاولة ذات نفسها هناخدها واقعيا بالمتر على الطاولة. الخامات بتاعة المنشار الطبلية نفسها من معدن قوي جدا. الإكستنشنز من الصاج، مش خفيف ومش تقيل. والبودي من البلاستيك المقوى جدا، وكذلك الميتر جيج. المسطرة من الألومنيوم. الإكستنشن الخلفي برضو من الصاج، والقعدة من صاج محمل جدا جدا. المنشار هو مقفول. مقاسات الطبلية بتاعته 71.5 سم عرض، في 64 سم طول. لما بنفتح الإكستنشن الشمال ونفتح الإكستنشن اليمين، بيبقى العرض بتاعه 132 سم. القطع من على يمين السلاح في حالة فتح الطبلية 71 سم، يعني أكثر من نص اللوح. ومن الناحية التانية في حالة فتح الطبلية 62 سم، يعني نص لوح. كمان الجزء ده بيتفتح إكستنشن خلفي، بيخلي عرض الطبلية 101 سم. الحاجات دي بتتفتح يا جماعة، يعني هنا في بنز تحت بتلفه تفتحه علشان تطلع دي، وتقفله لو مش عايزه. نفس الشيء هنا، في بنز برضو بنفتحه ونقفله. أما هنا يا جماعة ففي دراع في الأمام بنفتحه ونقفله علشان نثبت الطبلية. الطبلية فيها سلايدنج تيبل، في بنز تحت هنا بتنزله كده وتلفه على وضع مشقبية هوريها لكم، بتتحرك ورا وقدام، مشوارها حلو. والجميل ان في فراغات هنا علشان لو في نشارة تنزل فيها. ارتفاع المنشار من الارض لوش الطبلية 87 سم، وده مقاس ايديال اللي هو ما بين 80 و90 اللي معظم الناس بيستخدموه. المسطرة مدرجة من قدام ومن ورا يا جماعة، علشان تعرف تظبط الفنس لما تيجي تفتح هنا. يعني على الوضع ده انت عندك مسافة قطع حوالي طبقا للفنس هيبقى 28 سم. لما تفتحه هتقدر تقطع لغاية 62.5 سم لو انت حاطط الفنس، لكن زي ما قلنا هو يقدر يقطع لغاية 72 سم. الفنس ممكن يركب من على اليمين بالمنظر ده، وممكن يركب من على الشمال برضو،
وفي تدريج برضو على الشمال علشان لو انت عايز تستخدمه في الشمال نفس الشيء. حركة الفنس سلسة جدا جدا جدا، زي ما انتوا شايفين ثابتة ثبات رهيب. ولما نيجي نربط على الوضع ده هتلاقوا ان مفيش اي فرق في الموضوع. ليه؟ لان الزنق اللي ورا ده والمجرى اللي ورا بيخليه ثابت في مكانه. الفنس اللي جاي معايا يا جماعة ليه ربط امامي وليه ربط خلفي، زنق يعني، علشان يبقى في وضع 90 درجة بالظبط. هنا المؤشر ده انت ممكن تظبطه لو في حالة غيرت السلاح سمكه اختلف، تقدر تحرك المؤشر يمين وشمال مليمترات قليلة لغاية لما تظبط. نفس الشيء موجود من ورا. طيب ايه الحكمة انه المنشار فيه تدريج من ورا؟ ده علشان تضمن قائمية الفنس، علشان تضمن قائمية الفنس وتبقى واثق ان التدريج اللي قدام متناسق ومتماثل تماما مع اللي ورا. اخر حاجة هقولها لكم هو زرار التشغيل. زرار التشغيل ده كده وضع الايقاف وده وضع التشغيل وده بتاع الاوفرلود. ممكن نبتدي نسمع صوت المنشار دلوقتي. المايتر جيج يا جماعة نقدر نثبته في الطبلية المتحركة دي من خلال المسمار ده، يعني هندخله كده في مكانه ونربط كده المايتر جيج في مكانها. المايتر جيج شكلها محترم جدا ومتدرجة من 90 ل 45، آسف، من 90 ل 30 في الاتجاهين، مش ل 45 بس، ل 30 في الاتجاهين. طبعا هنا ده علشان تحرك الفنس بتاعها يمين وشمال. لو عايز تغير الدرجة بتفك البكرة دي وتظبطها على الدرجة اللي انت عايزها وتروح رابط. المايتر جيج ممكن تركب على الشمال، ممكن تثبتها على العربية وتحرك العربية، وممكن كمان تركبها من على اليمين بالمنظر ده. طبعا لما تيجي تجيبها على اليمين او الشمال دايما حرك الفنس بعيد عن مجال السلاح، ده السبب ان هم عملوا الفنس بتاعها متحرك. وتربط تاني. دي البكرة بتاعة تطليع وتنزيل السلاح، وده هنا اهو المقبض ده بتفتحه علشان تعمل كده وتشغل الترس بالمنظر ده وتجيب الزاوية اللي انت عايزها. وفي تدريج زوايا من 90 درجة إلى، تعالوا نشوف كده، لغاية 45 درجة. المنشار ده فيه شفط غبار ثنائي، شفط غبار من فوق وشفط غبار من تحت. بيتوصلوا ازاي؟ بيجي أدابتر مع المنشار بتركبه بالوضع ده وتوصل خرطوم بالمقاس ده من هنا لهنا وبعد كده من هنا إلى المكنسة. السلك اللي جاي معاه سلك محمل حوالي 2.5 متر، محترم بصراحة يعني. بيجي البوشينج ستيك، بيجي مع المنشار بوشينج ستيك ده مكانها، بيجي مع المايتر جيج، بيجي الحماية، بيجي الاكستنشن بتاع الفنس، وبتيجي مفاتيح فك وربط السلاح، وكل حاجة ليها مكانها زي ما انتوا شفتوا. المنشار بيجي معاه مسمار زيادة وصامولة زيادة ومسمارين مش عارف بتوع ايه، فشلت ان انا اعرف بتوع ايه، ومفتاح الانكي، وده مفتاح ربط الصواميل بتاعه القواعد، وبيجي معاه طقم شربون زياده، وطبعا المانيول. المنشار بيجي معاه سلاح 40 سنه مخصص للاخشاب. تعالوا بقى نجرب المنشار.
احنا ظابطين المسطرة او الفنس على 7 سنتي من ورا ومن قدام. هنبتدي نقطع الام دي اف ونشوف، هننزل السلاح شوية، مش محتاجين ده كله، وهنسيب الحماية علشان نحافظ على نفسنا، ونبتدي نشغل. هنشوف نتيجة القطع أخبارها إيه. زي الفل. طيب تعالوا نجرب زاوية 45 السلاح. تعالوا نشوف نتيجة قطع الزاوية 45 اللي هي بتاعت السلاح بالكوستيلا، من النص، من الأول، من الآخر، هتلاقي الزاوية زي الفل. لما تيجي تطبع الحتتين على بعض هتلاقيهم أكرت أو مظبوطين 100%. شكرا من شارت توتال، زي الفل. تعالوا نجرب المايتر جيج، ظابطينه على 90 درجة، هنشوف ايه الأخبار. ننزل السلاح، مش محتاجين ده كله. أظن مفيش كلام يتقال. طيب نجرب ال 45، هنعمل كده ونجيبها عند 45 ونشوف ايه الأخبار. في كلام تاني يتقال؟ مفيش. بعد ما فتحنا الكرتونة وركبنا المنشار وجربناه وشفنا كل المشتملات بتاعته، أقدر أقول إنه المنشار ده قيمة مقابل سعر. الدرهلي بيبيعه ب 13675 جنيه، في حين إن هو موجود على أمازون بالسعر اللي أنتوا هتشوفوه ده. طيب المنشار ده أخباره إيه؟ قيمة مقابل سعر، أنا شايف كده، وبشبهه بإنه هو مقطع صغير. المنشار ده ينفع الهواة والمحترفين، ينفع كل واحد بيشتغل في مجال النجارة. بعد ما جربته أقدر أقول إن ممكن أشتريه في يوم من الأيام، ولكن أنا عندي المنشار ده. الفيديو اللي جاي هنعمل مقارنة صعبة جدا بين المنشار ده والمنشار ده، وهنشوف مين الأحسن ومين الأفضل للهواة أو للمحترفين. اولا انا بشكركم جدا على متابعتكم للفيديوهات وعلى الفيديو ده تحديدا، وارجو اذا كان ليكم اي تعليق او استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات، كل التعليقات، ما بسيبش تعليق ما بردش عليه. بشكركم مرة تانية وبشكر شركة الدرهلي، واتعشم يكون الفيديو عجبكم ونراكم في فيديو قادم ان شاء الله. كنت معاكم احمد رأفت، قناة نجاح.com.